السلام عليكم. السلام ما مساء الخير، شو بخيراتي؟ ما مساء الخير، شو بدك توزك بارسكي؟ لا لا هيك ممكن. وتن زهره بيني والله سيم زهره سيم زهره سيبو ما مساء الخير. اول زهرك هنا قصينا ذكر بله دو صار شجمان انا تسمع في بوتي دكتور امل يدعني بوتي قولش بقصينا او كر كرني بصله لبربر نازم اويبو دماري بشي زماني تاوابو زور زور نازم تفيد بوتر بعربي توحد اوتيزم الدكتور بوتي هي قصينا امني شي نعم كنا في بوتي تاع الشجمان كزو تري شان اقصد او ذا بالفعل واو الشجمان جينا تتعامل مع هو عندك هم قصتي كذي استاش تفسير الله على مكتبي بعد لازلت نايم مكتبي ما وصينات ما له ما كركيو تيتو ما الله اكبر. يقول هذا ابني كان حلو تبع الاوتيزم وما يحكي هسه الحمد لله يحكي يروح المدرسه الصف الثالث ابوي يقول هسه صار كلش وكه عندنا شويه يصير عاقل شويه بس افتح قل يا الله يا الله ناوت يا الله الله يقول كل الاجوال ما تدري شكله كيف يقول اسمي هلال هلال معناته يا يعني ما اقدر هلال معناته الله اكبر قربان زور باشا دستهالك هلال جاي سبي سني يقول علي سنة ثالثة هسا، هسا خوشكم من الخوش أقصد لك؟ الحمد لله جزرت المعلم لأمريكا، هسا دبي صار دوبا، يعني فولي دوبا. اللهم خير جدر ما مسا جار. حولي دوبا. يا ربي بخير بك، خوش يستعمل، وهذا ابني كان توحد أوتيزم ما يعرف شو يحكي، الحمد لله وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد، إلى جار. لا يا الله. بسم الله. أو تشيتوا؟ أو تا. أدي أوي هي أي تصويتك؟ الله أكبر، يقول هذا أمي وأبي. ابي سيارة هاتشي انت الدائرة مالك شيء الدائرة ليش هاي الصينة كذا؟ لا والله ليش انا اخوي الدائرة حجمت فيك الصينة الله اكبر خوش يستعنوش معزي القران وهذا طب بدي اسال ابي باكر بابكي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قباني اخرج وانا من هلال الجيان ري ازنبي انزوالا